شفتوا الكور ديال اليوم لعبوا واحد ديفلوبمون موتور دابا واش غادي ندير لكم هنايا غنشوف ما حد شكون يسبق احمد فردادي مسؤول جهوي مكلف بتكوين المدربين بعصبه سوس لكره القدم. نتواجد اليوم بملعب الانبيعات وحنا بصدد تنظيم دوره تكوينيه خاصه هذه السنه، هذه خاصه بالاناث، وهذه الدوره المجموعه الفوج الثالث في البرنامج ديال الاداره التقنيه الجهويه ديال عصبه سوس. برمجنا هذه السنه هذه اربع دورات، دوزنا جوج، هذه الدوره الثالثه، هذه المجموعه الثالثه اللي خاصه بكره القدم النسائيه، اللي كتعرف مشاركه ديال 30 متدربه اللي كتمثل جميع الانديه من طبيعه الحال اللي كتنضوي تحت اللواء ديال عصبه سوس في جميع الاقاليم، اقليم اكادير، نزكان، شتوكه، تيزني، تارودان، طوطاطا، جميع هذه الاقاليم ممثله. وكانت تطبيق صارم ديال البروتوكول الصحي اللي معتمده الجامعه، جميع المتدربات قدموا قبل ما يدخلوا للتكوين المسحه السلبيه ديال كوفيد 19. وكما قلت هذه الفتره الاولى ديالهم، والتكوين مقسم على ثلاث فترات. الفتره الاولى فيها تكوين نظري وتكوين تطبيقي في التيران، وان شاء الله من اللي ساليو غدا هاد الموديل الاول غادي يرجعوا من دابا واحد الشهر، وكتعطى لهم يعني مجموعه من الانشطه اللي غيقوموا بها في الانديه ديالهم. وفي الاسبوع المقبل ان شاء الله غادي يكون استقبال الفوج الرابع اللي مشارك في هذا التكوين. هذا الهدف من هذا التكوين من طبيعه الحال الهدف الاساسي من هذا التكوين هو كنعرفوا بان العصبه ديال سوس وعلى الصعيد الوطني كان توجيه ديال الاداره التقنيه الوطنيه على اساس يعني اعداد يعني اطر في كره القدم النسائيه. كنعرفوا جميع بان الجامعه الملكيه المغربيه مؤخرا كتم تاسيس العصبه الوطنيه لكره القدم النسائيه، ولا بد ان يوازيها تكوين في المستوى وتاهيل ديال هاد المؤطرات هادو، وهذا التكوين هذا كيدخل في هذا الباب هذا من اجل تنميه قدرات ديال هاد المربيات ديال الانديه.